كشفت القنصلية العامة المغربية في فيرونا الإيطالية أنه تم إحداث خلية أزمة من أجل التواصل ومواكبة التطورات ومستجدات الأوضاع الصحية المتعلقة بأفراد الجالية المغربية، داعية الجميع إلى التواصل معها عبر رقم خاص تم وضعه لهذا الغرض. وجاء ذلك بعدما أعلنه رئيس جهاز الحماية المدنية الإيطالية وفق تصريح إعلامي عن وفاة 4 أشخاص بسبب إصابة بفيروس كورونا وإصابة 200 شخص على الأقل. وبموجبه قامت الحكومة الإيطالية بعدة إجراءات، من بينها إغلاق 11 بلدة ومنع الدخول أو الخروج منها. وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية فإن مدينة كودينو على بعد 60 كيلومترا من العاصمة ميلانو هي البؤرة الأساسية لظهور هذا الفيروس. وتأتي هذه التدابير بعد الارتفاع السريع في عدد المصابين ووفاة 4 إيطاليين، وجاء ذلك لتطويق الفيروس وعدم انتقاله. كما أعلن وفق تقارير صحفية عن ظهور عدة إصابات بالفيروس بعدد من الدول الأخرى وهي الكويت وإيران والبحرين. وأكدت وزارة الصحة المغربية عدم ظهور أي حالة بالمغرب، مكذبة بذلك عدة إشاعات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بظهور حالات بالمغرب.